الماضية نحكي عن الـ NFA. من نحكي الـ NFA اختصار شو يا شباب؟ Non-deterministic Non-deterministic Finite automata. Finite automata. ايش الفرق بين الـ NFA والـ DFA؟ الـ NFA ما فيها rules زي الـ DFA. الـ NFA ما فيها ايش؟ ما فيها الرولز الموجودين في الدي اف اي، انه لازم كل ستيت يكون طالع منها ترانزيشنز على عدد الالفابت. احسنت. انه الرولز الموجوده بالدي اف اي خففناها بالان اف اي، ما في عندي كونسترينتس قيود علي انه عدد الترانزيشنز اللي طالع من كل ستيت لازم يكونوا نفس عدد الالفابت بالضبط، لا اكثر ولا اقل. هاي الرول مو موجوده. في سبب اخر للاختلاف كمان، مسموح بالان اف اي مش مسموح بالدي اف اي، ايش هو؟ اللامدا ترانزيشن. احسنت. اللامدا ترانزيشن مسموحه بالان اف اي وممنوعه بالدي اف اي. طب اللامدا ترانزيشن بين كيو 1 وكيو 2 مثلا ايش بتسوي؟ بتحركني من ستيت لستيت من غير ما تحرك الريدر. احسنت. بتحركني من ستيت لستيت بدون ما تغير على الانبوت، بدون ما تعمل كونسيوم، بدون ما تعمل قراءه، بدون ما تعمل ريد لاي كاركتر. هي الهدف من الفاينايت اوتوماتا بشكل عام انها تحدد انه سترينج معين مقبول ولا غير مقبول عن طريق وضعه في انبوت تيب، في انبوت، تمام، وعمليه قراءته حرف حرف، وكل حرف بقراه مفروض يحرك لي الستيت من ستيت لستيت اخر اعتمادا على الترانزيشنز الموجوده بهاي الستيت. هلا اذا كان الترانزيشن عندي لامدا ما بقرا انبوت، بس بتحرك من ستيت لستيت بدون ما اقرا ولا انبوت. طيب تمام. هلا الـ NFA هون مطلوبه اني انا اعمل NFA ل هاي اللانجويج W belong ل AB star وطول W يساوي 2. يلا مين يعمل لي اياها؟ مين يعمل لي اياها؟ اي شباب سهلة هاي ما فيها شيء. يلا يا شباب يكون عندي start state Q0 تمام. لاحظوا مكونة من كل السترينجز اللي ينتموا إلى الـ AB star بشرط أنه طول أو اللينكث تبع كل سترينج فقط يساوي 2. الـ Q0 ممكن يطلع منها إيش يا شباب؟ إما A وإما B. نروح على state 1 برضو يطلع منها A أو B، ونروح للفاينل ستيت بعدين. ممتاز. تمام. إذا من Q0 AB بتوديني على Q1 وQ1 بتوديني على Q2. لاحظوا بما إني أنا بعمل NFA مو شرط أروح أعمل تراب. لو أنا بعمل DFA لازم هون أعمل تراب، أو أروح هاي من Q2 أطلع AB لتراب ستيت، لأنه الشرط تاع DFA إنه كل ستيت يطلع منها ترانزيشنز بعدد الألفابت. تمام. هون مش طالع عندي ولا ترانزيشن بما اني انا عم بعمل ان اف اي، هاي شيء الاود. في حد مش فاهم شباب كيف رسمناها هاي، او هاي الرسمه ايش بتعني؟ تمام. طيب شوف السؤال اللي بعده، بقول لي طول دبليو اكبر او تساوي 2. هاي دكتور حيطلع لي حتكون الستار من الكيو 0 حتوديني على الكيو 1، والكيو 1 هي فاينل ستيت وحترجعني على الكيو 0. Q0
ال Q1 هي أيوة بال AB تمام، وحتكون هي ال Q1 هي ال final state وحترجعني. هلا لو Q1 final state أنت هون بتقبل string بطول واحد. آه بس دكتور بدي أعملها loop ما بين two states. طيب ترى أعمل هنا final وأرجع أيوة. هيك. أيوة. طيب هلا هاي الحل تبعك في مشكلة، ليش؟ أولاً الـ A لا تنتمي لـ L بس موجودة عندي هون مقبولة صح؟ الـ A لحالها الطول تبعها مش أكبر أو يساوي 2 صح، بس هي هاي الـ NFA اللي أنت عاملها هون تقبل الـ A لحالها، ليش؟ انتقل من Q0 لـ Q1 بـ A والـ Q1 final معناته قبلت A بطلت هاي الـ NFA تمثل هاي اللانجوج لأنها صارت تقبل strings غير موجودين باللانجوج. فأنت عشان تشتغل صح تمام ممكن أضيف مثلا كمان state وأحط عليها loop. لما يكون في عندي عدد لازم أوصل لهذا العدد على الأقل 2 صح؟ فأنا بعمل على الأقل 2 يعني خد أقصر string عندك 2 واعمله Q0 Q1 Q2 تمام؟ هلأ بدي أزيد إيش بسوي؟ loop عليها على Q2 بعمل loop على Q2 هيك صار على الأقل 2 أو أكثر. بس لو أنا حطيت هنا final صارت الطول 1 إما A أو B لحاله مقبولين واضح؟ واضح دكتور تمام. طب شوف اللي بعديها يلا ايش هاللغة بتمثل؟ AW يعني هذا فرجيني الباترن النمط تبع السترينجز يبدا بحرف A وفولود باي anything تمام. ممكن اعمل Q0 بتروح ل Q1 BA Q0 بدها تروح ل Q1 BA لحظة الـ A لحالها accepted الـ A لحالها accepted دام anything فأنا ممكن أعتبر لمدة W تعتبر إمتى ممتاز. طب معناته الـ Q1 final state Q وعليها loop أنا بدخل الـ final state Q1 ليش؟ لأنه A لحالها accepted. طب إيش بقدر أشوف بعد الـ A؟ anything any combination of the A will be هاي ال anything كيف بدأ ما بسويها بلوب هون بحعمل لوب عشان أمثل ال W واضح؟ لاحظوا هلا الشرط إنه أنا لازم يطلع من كل state A أو B أو A وB مش موجود عندي هون في Q0 طلع منها بس A. لو أنا هاي بدي أعملها DFA إيش لازم أسوي؟ ترانزيشن على B من Q0 بودي على تراب بالضبط ترانزيشن B من Q0 بوديني على تراب ستيت عشان يصير الشرط متحقق تاع DFA. بس أنا هون عم بشتغل NFA فما بهمني مفهوم شباب كيف تسوت هاي؟ مفهوم يا شباب؟ مفهوم يا دكتور. طيب ناخذ another example قايلي WA يعني بمعنى string which end with A one cannot start with A هون بتنتهي ب A
دكتور نفس الرسم بس انه حيكون الفاينل ستيت هي الستارت ستيت. الفاينل ستيت هي ستارت ستيت، عم تعكسهم هيك. طيب ارسم لي اياها. يعني حيكون الكيو 0 هي الستارت ستيت وبنفس الوقت هي الفاينل ستيت، حيطلع منها. ليش تطلعش الرسمه هي؟ انت ارسمها من اول، ارسمها من اول انت بدون ما تطلع هاي الرسمه. اول شيء اعمل دبليو، كيف نعمل دبليو؟ احنا حنبلش بكيو 0. طيب هي كيو 0، كيف هنعمل دبليو؟ الدبليو احنا حنخش فيها بلوب اي بي تمام، ونطلع فيها ب اي لكيو 1، والكيو 1 هي الفاينل ستيت. بالضبط، واضح؟ هون anything w بعدين ends with a عشان انهي وعشان اعمل accepting للسترينج اجباري لازم يخلص ب a. لاحظوا هون، شوفوا ال non-deterministic في الموضوع. q0 كم سهم طالع من q0؟ ثلاث اللي هو A و B و A. Q0 ب A ممكن تروح على Q0 نفسها أو ممكن تروح وين؟ أو ممكن تروح على إيش؟ على Q1. معي؟ معك دكتور. طيب شوف اللي بعد هون W A V يعني start with anything end with anything بالنص A، أو بقدر أوصفها إنه string contains at least one A، على الأقل لازم يكون عندي one A. نفس الرسم الماضي بس إنه اللوب على ال Q0 Q1. يعني هلأ هاي لو بدنا نعملها على نفس الرسمة هاي بس في عندي كمان لوب هون. يس، لاحظوا هون على الأقل بتحتوي على 1A، قبل ممكن يكون اي كومبينيشن من الاي والبي، بعدين على الاقل 1A، بعدين اني كومبينيشن من الاي والبي. واضح يا شباب؟ contains at least 1A. دكتور مش لما تكون at least 1A مش ممكن كمان في احتمالية تكون عندي بالنص اكثر من A؟ طبعا انت عندك هون بالنص اكثر من من ايه؟ نجرب ناخذ مثلا بي 10 ايه؟ ايه للصبح بعدين بي مثلا، تقدرش تسويها هاي هون؟ خذ هاي لفه بي، هاي واحده ايه؟ خذ هون 50 ايه؟ مش انت بس تلف، حر انت تاخذ ايه او بي واللفه. صح مزبوط. بعدين كمان لفه اخرى بي، هاي عملت اكسبتنس لهذا السترينج. تمام، بس انا ما بقدر اوصل من كيو 0 لكيو 1 الا اتليست ب 1 اي. لما يكون في عندي اي شيء ثابت بعمله ترانزيشن لحاله، ما بعتمد على اللوب. اللوب اوبشنال، ممكن تلف ممكن ما تلف، تمام. بس لما يكون في شيء ضروري يكون موجود لازم اعمله كترانزيشن، انتقل من ستيت لستيت عشان ما يقدر يوصل للفاينل اما لما يمر عبره، تمام؟ تمام دكتور. طب هون ممكن يجيني سؤال بالعكس، يجي يحكي لي عندك هاي الـ NFA وإيش الـ Formal Language تبعها؟ هتكون ست A B star W و W
تنتمي إلى يعني ممكن set اخد مثلا اهو اي دبليو بيلونج لاي بي ستار، وبعدين ايش الشرط على دبليو؟ دبليو such that دبليو بيلونج لاي بي ستار and ايش؟ هلا لاحظ ما عندي شرط انها تبدا ب A او B، ممكن اي كومبينيشن بين ال A وال B، لكن عندي شرط على الطول. لما يكون الستارت ستيت فاينل ايش الطول يعني بده يكون؟ يكون يساوي 2 هون، يساوي 2 لما الستارت لما اوقف هون حيكون ها حيكون عندي من صفر لما من اكبر او يساوي صفر، حيكون صفر مش اكبر او يساوي صفر. لما يكون الفاينل ستيت هي الستارت معناته طول 0، هون حيكون الطول 1، هون قديش حيكون الطول؟ 2. فبالتالي الطول ماكسيموم 2 طبعا دبليو ماكسيموم يعني اقل او يساوي ايش؟ 2. يعني الدبليو مكون من اي مزيج من الاي والبي، بس الشرط انه الطول بتاعه اما 0 او 1 او 2. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب هون مين يوصف لي هاي question 8؟ W where W belong to AB. W belong to AB. Should start with AB. Exactly, should start with AB. يعني بقدر اكتبها هيك AB W such that W belong to AB star. تمام؟ تمام. لاحظوا اشي ثابت، كل السترينجز اللي تقبلهم هاي النون ديترمينستيك فاينايت اوتوماتا لازم يبداوا ب AB. بعد الاي بي anything، anything هي دبليو يعني. طيب مين يعمل التسعة؟ هذه دكتور حتكون دبليو اي بي دبليو. لا دبليو اي بي دبليو غلط. او في عفوا. في لما تحكي دبليو اي بي دبليو يعني بتبلش وبتنتهي بنفس السترينج. واضح؟ واضح. W A B W يعني بتبلش ب W بتنتهي ب W، يعني لو بلشت ب W A B أو A A أو 10 A لازم تنتهي ب 10 A. بس أنا هون W A B V بغير، بحكي إنه ال W وال V اثنين بلونج ل A B star. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح بالطول. طيب هون W A B exactly W A B والW belong لمين؟ للـ A B star. إجباري ends، ممكن أحكيها بطريقة ثانية، أقول all strings that ends with AB. طب سؤال 11، لاحظ عندي مسارين، هذا المسار خذوا لانجوج لحاله وهذا المسار خذوا لانجوج لحاله، ما تحاول تدمجهم مع بعض تتغلب. هاي طلع لك بلانجوج لحال وهاي اطلع بلانجوج تاني لحال. ناخذ اللانجوج الاولى لو مشينا بهذا المسار، ايش اللانجوج بتحتوي على سترينجز؟ 3 ايه بس، سترينج واحد اللي هو 3 ايه. طب اللانجوج الثاني
دمجها معها بعمل union اتحاد. A to the power n. هل هاي a to the power n؟ انت لما تحكي a to the power n وn مثلا اكبر او تساوي ايش؟ واحد. اكبر من او تساوي واحد، نعم. معناته a لحالها accepted هون، هل a لحالها هون accepted؟ لا. انت حكيت a to the power n وn اكبر او ممكن. تساوي واحد، خد n واحد صارت الـ A لحالها accepted، معناته لازم الـ Q4 تكون final، هي مش final، معناته غلط. أو ممكن دكتور A والـ A الثالثة to the power N. برضو غلط. ليش؟ لأنه أخذت 3 A، هل الـ 3 A accepted؟ أنا لا، بس ما هون حتصير الـ N. هتصير الـ n هنا أو هتصير هي الـ n أكبر من أو تساوي صفر هنا، لأنه ممكن سيتها 2 a's حتكون accepted. ماشي، بس 3 a مش accepted. الـ 3 a ما هي accepted. طب أنت بتحكي n أكبر أو تساوي صفر، يعني n ممكن تكون واحد. يعني أنت بتحكي تنتين a، بعدين عندي a to the power n، n أكبر أو تساوي زيرو، صح؟ خذ n واحد، يعني صار عندي 3 a accepted. بس هاي ما بتقبل 3 a. بتقبل الـ n تكون even. لاحظ لازم تطلع examples، هي 1 2 3 4. أول string بتقبله، أقصر string بتقبله إيش هو؟ 1 2. الـ string اللي بعديه 4 A، مضاعفات الاثنين. طيب كيف بدي اكتب مضاعفات؟ A to the power 2n. الامتحان لو اجتك زي هيك اعمل لي الباور هيك، يعني A to the power بين قوسين حط لي اياها 2n، بس بدك تحدد ال n أكبر من إيش الـ n؟ هل ممكن الـ n تساوي 0؟ لا، واحد. الـ n أكبر من 0 يعني n واحد، خذ n واحد يعني صار عندي 2n، صح؟ صار عندي 2 a to the power 2، خذ n 2 صار عندي a هو 4، خذ n 3 إيش صار عندي؟ الاي قوى 6، مظبوط. مظبوط يا شباب. هلا عشان هاي اللانجوج تمثل هاي ال ان اف اي، لازم اثنين اكزاكتلي يقبلوا ويرفضوا نفس السترينجز. اي شيء مقبول هون لازم يكون مقبول هون، اي شيء مرفوض هون لازم يكون مرفوض هون، غير هيك بكون غلط الحل. واضح؟ واضح يا شباب؟ كله تمام دكتور. تمام. خلينا ناخذ عملية التحويل، اشرح لكم اياها بطريقة بسيطة، بديش امشي على السلايد. عملية التحويل من NFA ل DFA، بس نفهم الخطوات. خلينا ناخذ واحدة من الـ NFAs الموجودة هون ونحولها. ناخذ لنا هيك واحدة بسيطة. مين؟ مثلا start with A. هاي كيف start with A ولا ends with A؟ ends with A. A B A Q1. لاحظوا هاي NFA ولا DFA؟ هاي NFA، لأن Q0 طلع منها ثلاث أسهم،
وفي اثنين منهم متشابهين A. هاي السهم A بتروح على Q1 و A بتروح على Q0 و B بتروح على Q0. طيب كيف نحولها ل DFA؟ convert into DFA. أول شغلة لازم أطلع الكلوز تبع كل state. إذن أول خطوة find close for each state. find close for each state. شو الكلوز؟ الكلوز هو عبارة عن كل state. الكلوز لستيت معينة هو كل state اللي بقدر أوصلها من هاي الstate اللي أنا عم أطلع لها close بدون ما أقرأ ولا input. يعني ناخذ examples، هو مش ممكن ما يكونش واضح بهذا المثال بس example على الكلوز. لو أنا عندي هاي الرسمة مثلا Q0 A بتروح على Q1 و A بتروح على Q2. مثلا ولمدا بتروح على Q1 ولمدا بتروح على Q3 و Q2 لامدا بتروح على Q0. وعندي هاي الرسمة بدي أطلع الكلوز لكل ستيت. إيش الكلوز تبع الـ Q0؟ Q1 أول إشي الستيت نفسها. دائما الكلوز أول إشي بنضيف الستيت نفسها بدون ما أطلع أي إشي، لأنه دائما بقدر أوصل من الستيت نفسها لنفسها من خلال لمدة بدون ما أقرأ ولا إنبوت. فكلوز Q0 أول شيء Q0، بعدين زي ما حكيتي أنت إيش Q1. ليش أخذت Q1؟ لأنه ترانزيشن عليه لمدة، فأنا ما راح أقرأ إشي 100%، لأني بقدر أوصل من Q0 ل Q1 بالترانزيشن لمدة بدون ما أقرأ ولا إشي. بقدر أوصل لإشي تاني من Q0 بدون ما أقرأ ولا إنبوت. هل بقدر أوصل لQ3 من Q0 بدون ما أقرأ ولا إنبوت؟ آه ممكن. بالتالي كمان Q3. إذن الكلوز لQ0 Q0 نفسها، لأنه دائما بالكلوز الستيت نفسها بتكون موجودة. بعدين كل الستيت اللي بقدر أوصل لهم بدون ما أعمل كونسيوم ولا لأي إنبوت، اللي هو بقدر أوصل لQ1 بلامدا وبقدر أوصل للQ3 بلامدا. طيب إيش الكلوز تبع Q1؟ Q1 و Q3 لاحظوا أول إشي الكلوز تبع Q1 Q1 نفسه. ثاني إشي كل states اللي بقدر أوصلهم من Q1 من خلال لامدا اللي هي إيش عندي هون Q3. أحسنتي صح. طيب نشوف الكلوز تبع إيش ضل عندنا؟ أخذنا 0 وأخذنا 1 نأخذ 2. إيش الكلوز تبع Q2؟ مين يحكي لنا؟ Q2 وQ0. أحسنت Q2 وQ0. ليش؟ أول شيء الستيت نفسها دائما بتكون موجودة، بعدين كل الستيت اللي بقدر أوصلهم من Q0. طيب بس Q0 ولا في كمان؟
هيكون Q1 وQ3. لاحظ أنا بقدر أوصل من Q2 ل Q0 بلامدا، وأصلا الكلوز تبع لامدا هضيفه، هضيف كمان الكلوز تبع Q0 قصدي. ليش؟ لأني بما إني أنا قدرت أوصل ل Q0 بلامدا، ومن لامدا من Q0 بقدر أوصل ل Q1 و Q3 بلامدا، معناته برضه هدول بقدر أوصلهم من Q2. فأنا بقدر أوصل من Q2 ل Q0 ولا Q1 ولا Q3 كله بلامدا. صفة Q0 Q2 Q1 Q3. طب إيش الكلوز تبع Q3؟ Q3 فقط. أحسنت، Q3 فقط. واضح شباب كيف نحسب الكلوز؟ هلا إذا ما كان عندي لامدا ترانزيشن، الكلوز لكل ستيت لستيت نفسها، لأنه ما عندي لامدا ترانزيشن بالـ NFA، فأكيد حيطلع الكلوز هون للـ Q0 عبارة عن Q0، والكلوز للـ Q1 هو Q1، والكلوز للـ Q2 هو Q2. ما عندي Q2، سوري. تمام؟ فأول خطوة بنطلع الكلوز، احنا شغالين هون، بنحول في هاي، ما بنحول في هاي. اوكي؟ اثنين construct the transition table for الDFA. بدي ابني الترانزيشن تيبل تبع الDFA. كيف ببني الترانزيشن تيبل تبع الDFA؟ انا بهمنيش ابني الترانزيشن تيبل تبع الNFA نفسها، بهمني ابني الترانزيشن تيبل تبع الDFA. ببني بكل بساطة، بحط هون الستيتس وهون الالفابت. ايش الستيتس الموجودة عندي بالNFA؟ تمام، ببدأ بالستارت ستيت، ببدأ بالكلوز تبع الستارت ستيت. اذا عشان ابني الترانزيشن تيبل بتاع الDFA، اول اشي بحطه هون الكلوز تبع الستارت ستيت. ايش الكلوز تبع الستارت ستيت؟ بدي افعل الكلوز تبع الستارت ستيت اللي ستارت الستارت ستيت نفسه اللي Q0 ستارت ستيت بس. طيب ايش الالفابت اللي عندي؟ A و B. باجي بحكي Q0، اذا قرأنا من Q0 A، وين بروح؟ Q0 أو Q1؟ Q0 Q1. تمام، لو قرأنا من Q0 B، وين بروح؟ Q0. Q0. طبعا هلا مش طلع معي Q0، باخذ الكلوز تاع Q0، مش طلع معي هنا Q0، باخذ الكلوز تاع Q0 والكلوز تاع Q1. بس بما انه الكلوز تاع كل ستيت نفسها بخليهم نفسهم، واضح؟ كمان مرة باجي بتطلع بقول لي Q0 ب A، وين بتوديني؟ ب Q1، بطلع الكلوز تاع Q1، Q0 A بتروح على Q0، باخذ الكلوز تاع Q0 بضيفه هون. اوكي؟ واضحة؟ هلا حناخذ مثال في لامدا، بس انا حطيت مثال بسيط اول. طيب هلا مين النيو ستيتس اللي طلعت معاي؟
Q1 Q0 Q1 ها صارت state واحدة. إذا state طلعت معي اسمها Q0 Q1. باجي باخذ أول إشي ال Q0 مع ال A، إيش بتعطيني؟ Q0 Q1. باخذ ال Q1 مع ال A ما بتعطيني ولا إشي، صفة Q0 Q1. هلا باخذ Q0 مع ال B، Q0 مع ال B وين بتروح؟ Q0 Q1 مع ال B ما بتعطيني شيء. باجي بتطلع هل طلع معي new states؟ هل طلع معي new state يا شباب؟ لا ما طلع، ما طلع معي new state، بتوقف بكون خلصت التحويل. باجي الخطوة الثالثة وبعمل draw للترانزيشن diagram of converted DFA of the resulted DFA. أنا أعطيكم إياه مختصر لأنه بالسلايد حاسه هيك شرحه كتير طويل مش واضح. Draw transition diagram of the resulted DFA. كيف بدي أرسمها؟ ببدأ بالستارت ستيت اللي طلعت معي هون اللي هي الكلوز تبع الستارت ستيت الأصلية تاعت الـ NFA. بقول هون Q0 Q0 A وين بتوديني؟ هاي الشباب Q1 أو على Q0 اسمها ستيت جديدة اسمها Q0 Q1. يعني بصير الليبل تبع الستيت هون Q0 Q1 هاي من خلال A، من خلال البي وين بتوديني؟ Q0. هلا باجي على Q0 Q1 من الـ A بتوديني على Q0 Q1 نفسها، ومن خلال الـ B وين بترجع؟ بترجع على Q0. طيب هلا سؤال، مين الـ Final State هون بدي أحطها؟ باجي بتطلع على الفاينل ستيت الاصليه بال NFA، ايش هي؟ الكيو 1. هلا اي ستيت بتحتوي على Q1 مش Q1 لحالها، بتحتوي على Q1 بحطها فاينل. هون في Q1 لا، هون في Q1 اه، فبالتالي هي حتصير ايش؟ الفاينل ستيت. لاحظوا طلع معي نفس اللانجويج. هاي تنتهي فقط ب A، ممكن تحتوي على أي combination من ال A وال B. أي string accepted هون accepted هون، فأي NFA بالدنيا بقدر أعملها DFA. عشان هيك الباور تاع ال NFA مساوي للباور تاع ال DFA. إيش مقصود بالباور؟ هي اللغات اللي بتقدر هاي المشين توصفها. يعني اي لغه بقدر اوصفها بال NFA بقدر اوصفها بال DFA، والعكس صحيح. اي لغه بوصفها بال DFA بوصفها بال NFA، يعني لهم نفس الباور. واضح كيف حولنا هاي ال NFA ل DFA؟ ان شاء الله المحاضره الجايه حناخذ مور اكزامبلز. دكتور بس سؤال، هلا بالنسبه للفاينل ستيت، وانت هون قلت لي على حسب الاكزامبل هذا مثلا انه طلع معي على كل Q1 مثلا بحط عليه فاينل ستيت. طب لو عندي طلع لي اكثر من واحد هذا كلهم بحط عليهم، كلياتهم بحط عليهم، كل الستيتس اللي بتحتوي على فاينل ستيت من ال NFA بحط عليها بحط عليها دائرتين، بحط عليها فاينل. تمام تمام واضح
شباب. هلا انا نزلت اوريدي ورشيت التحويل ورشيت 3NFA to DFA. هلا هون بس برسم لي الترانزيشن تابل تبع ال NFA، ما بلزمني، انا بلزمني هذا الترانزيشن تابل تاع ال DFA اللي بنتج. تمام. هاي examples جربوها لحالكم، حاولوا تحلها لحالك، كلها عبارة عن ان في بدها تحويل، تدربوا عليهم، حاول تحل في ايدك. اعطيكم example من عندي عشان تحاولوا تحلوه، يكون في لمدة. يعني انا عندي على سبيل المثال زيرو اي بي كيو 1 then A هون عندي Q 2 B. وعندي هون لندا. اوكي حاولوا انتم تشتغلوا فيه، ان شاء الله نحله مع بعض المحاضره القادمه. هذا السؤال يعني convert the following NFA to an equivalent DFA. لاحظوا ايش الكلوز هون، الكلوز للQ0 ايش حيطلع معنا؟ حيطلع Q0 حيطلع معي Q1. كيف يضبط معك Q1؟ تقدر توصل من Q0 ل Q1 بلمدا؟ لا ما بقدر، بس ما بس معطين عن طريق البي. طيب الكلوز ملوش دخل بالبي، الكلوز كل ستيتس اللي بقدر اوصلها من Q0 بلمدا، هاي معنى كلوز. اوكي تمام، معناته ل Q2 exactly. إذن Q0 Q2، إذن close Q0 Q0، the close لل Q1 هتكون Q1 فقط، هتكون فقط Q1، وال close لل Q2 Q2 يوتو فقط. هي اول خطوه. الخطوه الثانيه بروح ببني التابل ترانزيشن تبع الدي اف اي، بحط هون الستارت ستيت هي اللي كلوز تبع الستارت ستيت تبع الان اف اي. ايش الكلوز؟ كيو 0 احنا عاده بنكتبها كست، بس اختصارا حطها هيك Q0 Q2، هاي حتكون الستارت ستيت للدي اف اي اللي حتنتج معنا. تمام. ايش الالفابت اللي عندي؟ A و B. باجي باخذ Q0 A، وين بتوديني؟
Q0. بتودينا على Q0. هل هون بحط Q0 ولا بحط الكلوز تاع Q0؟ اتفقنا؟ إذا طلعت معي state هون ما بحطها نفسها، بحط الكلوز تبعها، عشان هيك بنطلع الكلوز في الأول. ف Q0A Q0A تمام بتوديني على Q0، باخذ الكلوز تاع Q0 اللي هو ايش؟ Q0 Q2 تمام؟ بعدين باخذ Q2A. هل Q2A بتوديني أي مكان؟ لا لا خلص، إذا بس Q0 Q2. هلا باخذ Q0 مع البي. Q0 مع البي وين بتوديني؟ Q1. Q1 باخذ الكلوز تبع Q1 اللي هو Q1 نفسه. بعدين باخذ Q2 مع البي. Q2 مع البي وين بتوديني؟ Q2. هلا لاحظوا طلع معي 2 new states Q0 Q2 Q1 Q2. باخذ لازم اخذهم اثنين Q0 Q2. لا سوري، Q0 Q2 already ماخذينها. Q0 Q2 already taken، طالعين لها. هلا معناته Q1 Q2 اوكي. هلا باجي Q1 مع ال A. Q1 مع الـ A وين بتودينا؟ Q1 مع الـ A. يلا شباب بتودينا على Q1. الـ close تاع Q1 Q1 نفسه. وين بتوديني كمان؟ Q1 مع الـ A. على Q2. الـ close تاع Q2 نفسها. نحط Q2. لأن هي Q1 مع الـ A. هلأ Q2 مع الـ A هل بتوديني على مكان؟ هل لا ما بتودي، ما بتوديني. هيك خلصنا الـ A، بيجي على الـ B. Q1 مع الـ B ما بتوديني مكان. طب Q2 مع الـ B Q2 نفسها. Q2 نفسها. الكلوز تاع Q2 نفسها. فبضل ايش Q2. هل طلع معي new states؟ Q1 Q2 already taken. طلع معي Q2. لاحظ Q2 بتختلف عن Q1 Q2. هاي state وهاي state تاني. باخذ Q2 مع الـ A. هل Q2 مع الـ A بتوديني على مكان؟ لا ما بتودي. طيب Q2 مع الـ B؟ على Q2. على Q2. ايش طلع معي new state؟ الـ Q2 احنا اصلا اوريدي ماخذينه اللي هو الـ 5. او الـ 5. الـ 5 مع الـ A توديني على 5، والـ 5 مع الـ B على 5. هيك خلصنا تحويل. الخطوة الثالثة بنرسم الترانزيشن الجراف تبع الدي اف اي. اوكي هون ايش حيكون عندي؟ Q0 Q2 هي الستارت ستيت. طب نلاحظوا هون على فرض انه الفاينل ستيت هي Q2، لازم نكون محددين، احنا نسينا نحدد من قبل. طيب هلا هون Q0، خلينا اوضح لهم هذول Q0 Q2 هي ستارت من الـ A توديني على نفسها، و B توديني على Q1 Q2 Q1 Q2. بعدين Q1 Q2 مع الـ A
نفسها ومع البي بتودينا على كيو 2. هلا الكيو 2 مع الاي على فاي تمام، وكيو 2 مع البي لوب على حالها. هلا الفاي مع الاي والبي لوب على حالها، هي طبعا التراب هاي. طب هلا بنحدد الفاينل ستيت، وين الفاينل ستيت هلا يا شباب؟ هتكون على كل ستيت عليها كيو 2، يعني هاي فاينل وهاي فاينل وهاي فاينل تمام. هاي دي اف ال نجت معي. ماشي شباب، وقف هون.